είναι στην περιπτώση που ζει το πάσα. Να ανέτρεχα με την ζωά, σαν να τα πρίβανε με την χνωστά την τεζεούς, με ιούσαμε από τεζεούς Σάρα, κουμπέλ να ανέτρεχα έσμα σιεσία, αλλά έθερ εχτιές και μόνο την πράγμα. Και είναι την τεζεούς έτσι μετάδυτα, και είναι τυχώς παράμεις εστιμάλια, παράμεις σιεσία, λέκαν πάντα δέκα ολέτ, να ανέτρεχα και την τεζεούς έτσι Σάρα, χαρκούλη, αν παράμεις ασίασία, εσέσα, ανέτοιχα εχθήρα δίνα χαράρι, λέκαν πέλ, ο χαράρ του αούερ και γεχώς ιδάα της ζεϊκούνα, μα αν αφήτα άλεπα τέλεσε τη ζεϊκούνα, βάχθηκα αλβέθω, γεφάσω λεπέθω, τεβάχωσε λεπέθω, μα αν αφήτα άλεπα δίνα, μα αντέχει تلبزت الزيتونة توقفت على البنك المسائل المادية وقرار فيما يخص برنامج ميدير في قناة الحوار التونسي لحد الموجود قناة إذاعة الزيتونة FM استجابة ونواصل في المراقبة الاستجابة لهذا القرار وننتظر من قناة الحوار التونسي الامتثال لمن هذه قرار الهيئة. موقفهم من التعيينات الجديدة؟ موقفنا من التعيينات الجديدة هو القانون الفصل 19 من المرسوم 116 المحدث للهيئة يقول أنه في تعيين الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الإذاعية والتلفزية العمومية الهيئة عندها الرأي المجهول معناتها الحكومة يلزمها تطبع للي تناقش تعطينا معناتها اقتراحات ورأي الهيئة هو ملزم للحكومة هذا يشمل يكون القرار لكن نظرا للأزمة تعيش المؤسسات التلفزة التونسية وخاصة الإذاعة التونسية معناتها وصلنا أن تكون اللجنة التي ستبدأ فورا في العمل للتفكير وإيجاد حلول عاجلة وعملية من بين الحلول هذه نعتقد الهيئة تعتقد أن يجب القطيعة النهائية مع التعيينات الفوقية. الاقتراح كان هو الرئيس أو الرئيسة المديرة العامة الجديدة المقبلة للإذاعة وللتلفزة يجب أن تخضع لمقاييس واضحة وآليات تعيين شفافة. والعمل مع الحكومة باش يكون في الإطار هذا لإيجاد حلول سريعة للأزمة الحادة وهي مش أزمة جديدة اللي تعيشها مؤسسات الإعلام السمعي والبصري العمومي. علاش ما خذتش رأيكم؟